انا اسمي وحيد، ودي عربيه والدي سيد ويمبلي. ابتدى المشروع دوت من قيمه، يعني من قيمه سنه 77 كده، مع الشغل والزباين كنا قعدوا يطلقوا عليه بقى ويمبلي بتاع الغلابه، ويمبلي بتاع، كان في ويمبلي المهندسين، ومشيت بقى على كده، ويمبلي بتاع الغلابه ويمبلي بتاع المهندسين. اليوم بيمشي كالاتي بقى، اليوم بيمشي اوله من الفجر من الساعه 5 الصبح، بنستلم ورديات، 3 ورديات، كل ورديه 8 ساعات، كل ورديه بتجهز للي وراها شغلها. اشتغلت حاجات تانية بس حبيت المهنه ديت ولقيت نفسي فيها، يعني لقيت نفسي فيها في الصنعه، وهي بتحتاج صنعه وبتحتاج حرفيه في تسويه الفول، مع خلطه الفول، مع خلطه التحويجه بتاعه الفول، مع تحويجه الطعميه في الحجر، كل ديت بتبقى ليها خلطات معينه، فانا لقيت نفسي فيها. يعني لينا في التوابل، لينا في خلطات في التوابل عاملينها، وعاملين عليها اسمنا الحمد لله، وعاملينها لينا احنا بس، الخلطات دي بتاعه الفول وبتاعه الطعميه، وخلطه الدقه اللي بتتحط على البتنجان برضو دي احنا اللي عاملينها. كل لما الحاجه تنضف كل ما سعرها بيغلى، وانت بتبيع المنتج بسعر، وبسعر غالي عشان المنتج غالي، وبتقابلنا صعوبات بقى مع غليان الزيت دوت، ومع غليان البطاطس. هي دي مشاكل الشغل، الغليان الغير طبيعي. طبق الفول الوجبه، طبق الفول والسلطه والعيش ب6 جنيه، يختلف بقى الزيت الحار 6.5 جنيه. نطلع وجبات في اليوم مش متوسطة بقى 300 500 متوسط اليوم. يعني احنا لينا زبوننا المعتاد ده كل يوم بتاع الصبح ده، بتاع الفطار، وجبة الفطار ده معروف، هيجي يقعد على الترابيزة ليه طبق الفول وطبق البتنجان وطبق السلطة ورغيفين العيش والبصلاية والجرجير، ده كل دي وجبة لازم الفطار ده، وعددهم معين ومعروفين. الواحد متعود بقى من وهو صغير، بيصحى الصبح حتى لو في ايام الاجازه بينزل يجيب الفول عشان يعمل كذا، لو واحد رايح شغل مثلا يروح صاحي الصبح جاي واكل الفول، بحيث انه يبتدي يومه كده وهو رايح مش همه حاجه يعني.